بسم الله الرحمن الرحيم، محدثكم طه علي الصباغ. محاضرتنا اليوم هي عبارة عن فحص أو امتحان قدم إلى طلبتي في الكلية في قسم الإلكترونيك يوما ما، وهناك عدة حلول كما تشاهدون في الورقة، فأطلب أنه ذكر أرقام الأجوبة الصحيحة. لكن قبل أن تبدأ بالحل أرجو الذهاب إلى هذا الفيديو الظاهر أمامكم لمتابعة المحاضرة بشكل جيد، ومن ثم تبدأ بحل الأسئلة كي لا تشعر أنه أنت مغبون لأنك ما قريت الموضوع قبل أن تجاوب، وتكتب في التعليقات الحل المطلوب. يحلون هاي المعادلة اللي هي y تساوي سيجما m عند الصفر والاثنين والثلاثة والأربعة والسبعة. طبعا الطالب راح يعمل هذا الجدول اللي هو الترث تيبل بالمتغيرات الثلاثة a b c، بالتأكيد ال a هو ال most significant bit والسي هو اللي significant bit. وعد هذه الأرقام ما بين الصفر والرقم سبعة وضعت الواحدات في الأوتبوت واي، وطلبت من الطلبة أنه يحلون المسألة باستخدام المالتيبلكسر. فالطلبة بالحقيقة مختلف الطلبة، الإجابات مالهم راح تكون كل حسب استيعابه للمادة. فشفت هذه الثلاث حلول answer 1 و answer 2 و answer 3. من الآن أقول لكم أنه أنا ضامن أنه أحد هذه الأجوبة هو صحيح، فأطلب من حضراتكم بالتعليقات تكتب الأرقام اللي تعتقد أنها الأجوبة مالتها صحيحة. يعني مثلا تكتب مثلا ما راح أذكر الأرقام اللي موجودة، 5 فارزة 6 اللي هي الأجوبة الصحيحة. طبعا أنت راح تكتب ما بين الواحد والاثنين والثلاثة. بالمناسبة في كثير من الأحيان تجيني أجوبة مختلفة، والطلبة يعني تصميم يختلف عن تصميم، وممكن أنه الاثنين صح، وممكن أنه كلهم خطأ. فأنا بالامتحانات بصراحة أطلب من الطلاب أنه عدم متابعة زميلك في الورقة المجاورة، لأنه اعتبر أنه يحل خطأ، لأنه ما تعرف هو يجاوب صح أو خطأ، لأنه في مادة التصاميم الرقمية أو الديجيتال تكنيك الخطأ فيها وارد جدا. ولذلك على الطالب أن يكون متيقظ ومتيقن من الإجابة قبل تسليم ورقة الإجابة. أرجو في التعليقات ذكر الأرقام فقط دون أي شرح أو تفصيل لتأكيد اختيارك أو المبدأ الذي بنيت عليه اختيارك صح أم خطأ، لأنه لو ذكرت الأسباب بقية الطلبة راح ربما يتأثرون بإجابتك وتكون الإجابات متوافقة ويخرج الفيديو عن الهدف من وجوده. فأرجو ذكر الأرقام فقط دون أي تعليق، وإن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح أرفع فيديو جديد فيما يخص المالتيبلكسر، لأنه وجدت أنه الكثير يتابع المالتيبلكسر، ومعنى ذلك هناك عندكم مشكلة في استيعاب عمل المالتيبلكسر.
إن شاء الله من خلال الفيديو القادم راح تحل كافة العقد التي تخص المالتيبلكسر، فأرجو متابعة ذلك، وإن شاء الله دائما تكون الأمور سهلة وواضحة. شكرا لإصغائكم، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات أخرى.